هذا الباب من أهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعا، والمتأخرون من أرباب السلوك لم يعتنوا به. أرباب السلوك يعني الصوفية، نعم. والمتأخرون من أرباب السلوك لم يعتنوا به اعتناءهم بذكر النفس وعيوبها وآفاتها. إيه نعم، عندهم أنه من سلم من نفسه وشر نفسه فقد سلم، ولم يتنبهوا إلى أن خطر الشيطان شديد بعد النفس. فلا يكفي أن الإنسان يسلم من شر نفسه، لا بد أن يسلم من شر الشيطان. والشيطان ليس قاصرا على شيطان الجن، بل يتناول شياطين الإنس. شياطين الإنس أيضا خطرهم شديد. وما دعاة الضلال اليوم وقبل اليوم، وما يبثونه من شبهات وشرور، ما هذا بخفي على الناس. وكثير من الناس لا يدري عن هذا، كثير من الناس لا يدري عن خطر شياطين الإنس. شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. نعم.